شاطئ رائع يعني بكل مقاييس. يعني كنشكروا يعني كاع الناس اللي قيمين على نظافه هذا الشاطئ. والدليل على ذلك ان كنجيلي تقريبا دائما هذا العام كان تميز يعني الشاطئ يعني خذا المكانه ديالو في منطقه الشمال. واللي نقدر نقول هو شكرا للناس اللي قيمين على يعني الراحه ديال المصطافين. يعني الوليدات ديال كتجيبهم هنايا كيكون تكون مرتاح من ناحيه الناس المنقذين السباحين، الناس راضين البال. والدليل على ذلك يعني شحال من طفل كيضيع يعني في يعني سنين مبكره صغار ودغيا كيلتحقوا بالعائلات ديالهم. وحاصل اللواء الازرق يعني تصنف يعني راه الحمد لله بدا كيدخل العالميه. الشاطئ مابقاش ساهل تبارك الله، يعني شاطئ رائع. وانا يعني كنجي تقريبا ملي كنت يعني من 92 يعني دائما اتردد على هذا الشاطئ، يعني عارف المسار ديالو فين كانت الغابه وما كاينش كاع هذا الشيء. الحمد لله هو غادي من احسن يعني الاحسن. جينا اول مره هنايا للداليا، سي ان اسباس سوبر فاميليال، الاجواء عائليه تري 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 بروبر فريمون. لي جون اي سون سوبر ايمابل، لو اي لي مانيفيك ان توكا ا ريفير اون دوزيام فوا سون بروبليم. لا تكم صحة، حنا جينا من مكناس مع العائله مع الوالدين ديالنا مع وليداتنا اوسي بور بروفيتي من هاد الاجواء. و سي فريمون ا ريفير افيك بليزير. لا سي لا بروميير فوا لي كنجيو لطنجة و سي لا بروميير فوا لي كنجيو للداليا. بزاف ديال الناس نوز اون كونسيي دو فينير اي فريمون مانيفيك. الجو غزال، لا بروبرتي ديال لا بلاج اي لي فريمون تيريبل اي سيغمون اون فا ريفينير سا سي سور. مرحبا بنا عندكم في الداليا، الشاطئ مزيون اخاي. كنجيبوا العائله الاولاد اوكي تبرعوا مع راسهم كيتبردوا هنايا. الشاطئ نقي نعم سيدي، اجواء ممتازه عندي ما نقول لك. الجاليه من بلجيكا جينا هنا نقوزو فاكونس ديالنا نعم اخي. اه والله وهادشي ما نقول لك، كلشي مزيان كلشي بخير، حراسه الام كلشي موجود الحمد لله. اه والله كلشي على ما يرام. اش ماشي نقول لك زعما الشاطئ معتبر، الاجواء في الغايه، يعني الاولاد تا هما كيتمتعوا بهاد الاجواء. ايوا سيدي كلشي هو هذا، كلشي مزيان صراحة، زعما ما عندي ما نقول، يعني المسائل مكمولة صراحة. حنا من الجالية الإسبانية زعما دايما كل عام كنجيو للداليا، ولكن هذا العام المسائل زادت تحسنت والأمن كاين. واش باش نقول لك زعما داكشي هو هذا، زعما الأجواء مزيانة الحمد لله الحمد لله. الجو أجواء الصيف غزالة ما عندي ما نقول فيها، الشاطئ ممتاز أيوا غزال وما عندي ما نقول، زعما داكشي في المستوى الأمن والأمان، أجواء عائلية وكندوزو كونجي ديالنا مع العائلة وكنفوجو وكنضحكو، داكشي في المستوى الصراحة. صراحة الشاطئ ممتاز بزاف، أجواء رائعة، حتى كنشوف الشاطئ بأنه نقي مزيان. الناس تا هما كاين الصراحة، كاين الناس هنايا، كاين واحد جينا من إسبانيا وصراحة وكاين واحد الجو هنايا عائلي مزيان بزاف. الشاطئ أنا كنصح به الناس اللي عنده العائلة يجي، وجاي تا هو ممتع. كنشوفوا طبعا الناس كيجيو هنايا يعني بجميع المناطق المغرب، سيرتو الناس اللي كتجي هنايا يعني المناطق القريبة، طنجة تطوان، يعني صراحة يعني منتزه كنصح به يجيو الناس هنايا، يجيو يقضيو وقت جميل مع العائلة ويعني يرتاحوا شويش من التعب ديال الخدمة. وهذا هما حنايا كنتواجدوا في الشاطئ ديال الداليا اللي كنجيو ليلو كل عام فيما كنجيو فاكونس المغرب. الوليدات كيعجبو من هذا البحر هذا، وترونكيل والنقاوة والأمان وكل شيء مزيان. وليدات كيعجبهم المغرب وكتعجبهم طنجة بالخصوص، والناس هنايا كرماء وطيبين، حفوات استقبال وكل شيء موجود هنا الحمد لله. Nous on vient de Bruxelles. On passe nos vacances ici. Ça fait depuis qu'on est tout petit qu'on passe nos vacances ici, qu'on vient dans cette plage ici à Delia. Et voilà, c'est une très belle plage. Voilà. السلام عليكم مشاهدين قناة يوم 24. أنا جيت من كازا لود الشواطئ المتواجدة هنا بطنجة ولا بالجوانب ديالها اللي فعلا عندها واحد الجمالية خاصة، لا من ناحية النقاوة ديالها، لا من ناحية الاحترام ديالها ديال الملك الخاص ولا الملك العام الجماعي.
اللي الناس محتارمين، كلشي كيعوم في الحدود ديالو، كلشي مستمتع بالاجواء الصيفيه ديالهم. شوف رحنا جينا من كازا كما قلت لك غير باش نستمتعوا بهاد المياه النقيه والحمد لله وصافي شكرا. بالنسبه للشاطئ الداليا زعما بالجماليه ديالو النظافه، كنصح الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج الا بغيت تمتع بالفاكونس ديالو المسائي ديالو يقوم بزياره هذا الشاطئ هذا زعما بكلشي ديالو مهيئين مسائل النظافه مسائل ديال الوقايه المدنيه هنايا ديال مراقبه الاطفال وجميع الوسائل الاكل بالاقامه من ناحيه ديال الكيرا زعما مناسب ابتداء من اثمنه من 40 اورو حتى 150 اورو من ناحيه النظافه ديال الشقق زعما احسن شقق. كنتمنى بزياره هذا المكان هذا وشكرا.